الآن حاضرين هذه الوقفة المنظمة من طرف جمعية المجتمع المدني في إنزكان، مدينة إنزكان. طبعا هي وقفة ديال الإقليم ديال إنزكان أيت ملول، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع سكان قطاع غزة اللي تيتعرضوا لهجمة شرسة من طرف الكيان الصهيوني اللي عجز باش يواجه المقاومة، والآن تيدمر المساكن ديال المدنيين وتقتل الجرحى والمرضى والاطباء في المستشفيات، وتنطالب الدوله المغربيه بطرد ممثل الكيان الصهيوني في الشعب المغربي وتوقيف جميع اشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب الذي لا يفهم الا لغه القوه ولا يرجى منه لا سلام ولا غير ذلك. فلذلك وكذلك ندعو جميع القوى الحيه في المغرب باش تضامن وتكتف الجهود ديالها للضغط على الحكومة وعلى الدولة المغربية باش توقف التطبيع وتثبت بأن الشعب المغربي متضامن مع الشعب الفلسطيني حتى تتحرر إن شاء الله فلسطين والمسجد الأقصى والقدس، ويدحر الكيان الصهيوني إلى غير رجعة كما وعدنا الله تعالى في كتابه العزيز. وتحية لفلسطين ولغزة والمقاومة الفلسطينية الصامدة ضد الكيان الصهيوني الغاصب. نحن اليوم في ساحة الفضيلة نتوجه إلى جميع أحرار العالم بالتحية، وإلى المقاومين الفلسطينيين في غزة وفي ربوع فلسطين. نحن اليوم نقف في هذه الساحة لنندد بجرائم الصهيونية المدعمة بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي وأمريكا وجميع قوى الظلام والضلال. نحن اليوم نقف لكي نندد بمجزرة مستشفى بعث الدين التي وقعت في غزة، ولجميع الجرائم التي ارتكبها المجرم الصهيوني. نحن اليوم وكجميع المدن نقف ونندد ونتوجه إلى جميع أحرار العالم ليقفوا إلى جانب المظلوم في فلسطين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر المبين لإخواننا فلسطين. كما نطالب بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثله من المغرب. فباسم جميع أحرار أكادير الكبرى نتقدم بالدعوات إلى الله سبحانه وتعالى إلى ينصر إخواننا وأخواتنا في غزة. أوجه كلمة وقد أذن لي ببضع دقائق لن آخذ أكثر منها. فهذه الأرض طيبة، أرض تخصصي، أرض جهاد، أرض حفظت القرآن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.